فقراتنا رح نحكي فيها عن هشاشة العظام، هي المشكلة الصحية يلي غالبا ما بتصيب النساء والكبار بالسن، ولكن النساء بتصيبهم بمرحلة عمرية معينة، ولكن الأكثر شيء وعلى الرغم من هالشيء ممكن تصيب الأطفال بشكل متكرر، وهالشيء أكيد بيؤدي لإصابات وكسور بالعظام عندهم كمان بشكل متكرر. يا سلمى، أكيد عفاف، ولكن من غير المعتاد أنه نحن نسمع أنه الأطفال عندهم هشاشة عظام، فما هي أسباب إصابة الأطفال بهشاشة العظام، أعراضه وأيضا طرق علاجه وغيره، كثير من الاستفسارات اللي رح يجاوبنا عليها ضيفنا بالاستوديو الدكتور بشير خليل، وهو اختصاصي بالمفاصل والروماتيزم ومناعة الذاتية عند الأطفال. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم وجميع المشاهدين على الأخبارية السورية. صباح الخير. صباح الخير دكتور، خلينا بالبداية، يعني نحن مستغربين أنه الأطفال عادة عندهم هشاشة عظام، بدنا نعرف شو هو السبب الرئيسي لهشاشة العظام، يعني هدول الأطفال دائما بيتعرضوا للكسور، بيتعرضوا لإصابات، ومين هنن الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض؟ نعم، مثل ما تفضلتي حضرتك أنه فعلا هشاشة العظام هي بعد سن معين عند النساء، خاصة بعد سن الضهي، والرجال كذلك الأمر بعد سن 50، لكن ممكن أنه ينصاب في هشاشة العظام عند الأطفال. بادئ إذا بدأت معرفة ما هي هشاشة العظام. هشاشة العظام هي مرض استقلابي يؤثر على خلل في تكوين العظام وتمعدن العظام، فيؤثر على متانته وقوته وكتلته. كتلة العظم الكلية وتمعدنه بيكسبها أغلب الأشخاص خلال 40 سنة الأولى، الذروة بيوصلها خلال 40 سنة، و95% حتى بالمية مية من هالكتلة العظمية ممكن يكتسبها خلال مرحلة الطفولة حتى المراهقة المتأخرة، يعني حتى 20 العام الأولى. أي خلل في تكوين أو تمعدن هاي العظم أو خلل في اكتساب التمعدن منذ البداية ممكن أنه يسبب لك هشاشة العظم، وبالتالي بتقل متانته وقوته وبيتعرض العظام لكسور متكررة. الآلية بهشاشة العظام، في عنا بتركيب العظم في خلايا بانية للعظم وفي خلايا كاسرة للعظم. لما بيصير في خلل بين هدول الخلايا، مثلا الكاسرة بتصير نشاطة أكثر، هون بيصير في خلل في تمعدن العظم، وبالتالي بيصير عنده نقص بكتلته، نقص بتمعدنه، وعرضة للكسور المتكررة عند الأطفال، وبالتالي تظهر أعراض هشاشة العظام عند الأطفال. طيب دكتور، بما أن حضرتك حكيت هيك عن هشاشة العظام عند الأطفال وأسبابها، خلينا نروح كمان للإشارات أو الدلالات، بأي عمر ممكن تبدأ؟ هل هي من سن صغيرة كتير، يعني أشهر وما بعد، أو لا لحتى يبلش الطفل مثلا يمشي لحتى تبين عنا هي الدلالات؟ هلأ هشاشة العظام ممكن تظهر من الولادة حتى سن 20، وهي بالنسبة لمرحلة الطفولة، لكن بالنسبة للكبار ممكن تظهر أكثر من هيك إذا إلى أسباب ثانوية. فإذا دخلنا بأسباب، خلينا نقول أسباب هشاشة العظام، في شيء اسمه بدئي بيكون له أسباب جينية، ممكن لإله أسباب جينية، أو أنه يكون له ما له أسباب نسميه مجهول السبب. في أسباب أخرى لهشاشة العظام اللي بنسميها ثانوية، تنتج عن أمراض متعددة، مثل أمراض الغدية مثلا، فرط نشاط جارات الدرق، فرط نشاط الدرق ممكن يعمل كوشينج، يعني فرط الكورتيزون ممكن يعمل هالشيء، أمراض غدية متعددة، اضطرابات بالأقناة، تشوهات الأعضاء التناسلية الغدية، اضطرابات باستقلاب وأعواز الفيتامين د والكلس ممكن تعمل هشاشة عظام. هي بالنسبة للأمراض الغدية. هناك أمراض التهابية مزمنة بآلية المرض أو باستخدام الأدوية المشاركة لها، مثل التهاب المفاصل مثلا، مثل الإصابات للذئبة الحمامية ممكن تعمل، أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة مثل داء كرون أو التهاب الكورون القرحي نتيجة الالتهاب المزمن ممكن تسبب هشاشة العظام، أسواء الامتصاص مثل داء الزلاقي ممكن تسبب هشاشة عظام، القمه العصبي اللي بيسبب نحول شديد وبالتالي ممكن تسبب هشاشة عظام. هي من الأمراض الهضمية والأمراض الغدية والالتهابية. هناك أمراض دموية، الأمراض السرطانات ممكن تعمل هشاشة عظام، مثلا فقر الدم المنجلي، الليمفومات ممكن تعمل هشاشة عظام، أمراض دموية عديدة صراحة ممكن تعمل هشاشة عظام، بالإضافة إلى
نمط الحياة المختلف، الأمراض اللي بتجبر الإنسان على الجلوس مثلا لفترة طويلة نتيجة شلل عصبي، اضطراب عصبي مركزي دماغي، إصابات عضلية مثل الحثولة العضلية حثل دوشن مثلا، مضطر المريض أنه ما يكون في حركة، فبالتالي الحركة القليلة ممكن تسبب هشاشة عظام. بالإضافة للي حكيناها، هي الأسباب السنوية خلينا نقول أنه لهشاشة العظام اللي بيكون في وراها مرض معين، بالإضافة للأسباب البدئية اللي بتكون ممكن تكون جينية، هون ممكن نبحث عن بالعائلة إذا في مرض معين. ومن هون راح تعريف، نحن حكينا عن تعريف هشاشة العظام كتعريف عام نبسطه ونقدمه للناس، لكن في تعريف شيء تعريف طبي لهشاشة العظام صراحة عند الأطفال بشكل خاص. لما بيجينا طفل بكسر بنسميه كسر انضغاطي للفقرات من دون ما يكون في سبب إطلاقا لهالكسر انضغاطي، من دون ما يكون في رد معين لهالفقرات، هذا يعتبر أحد بنود تعريف هشاشة العظام. أو في عنا ما يسمى لما نعمل اختبارات مثل الكثافة العظمية، لما بيكون كثافة عظمية أقل من الناقص 2، بالإضافة لوجود كسور بالعظام الطويلة أكثر من كسرين أو يساوي عند الأطفال لعشر سنوات، أو أكثر من 3 كسور يساوي عند الأطفال حتى 19 سنة، هذوك أقل من 10 سنوات، هذول حتى 19 سنة. إذا في تعاريف طبية، في معنى عام لهشاشة العظام لحتى نفرقه عن تلين العظام اللي بيصير عند أعمار مختلفة صراحة. طيب خلينا دكتور ننتقل من الأسباب والأطفال اللي أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، خلينا نعرف شو هي طرق العلاج. هل ممكن يكون في طرق علاج آمنة وممكن نأخذ منها نتائج إيجابية عند الأطفال؟ هلا في العلاج طبعا حسب السبب، هو لما نحن وزعنا الأسباب، أسباب بدئية أو مجهولة السبب وأسباب سنوية. لما في عنا سبب سنوي مثل فرط نشاط الدرق أو جرح، ندور على السبب، عملنا تحاليل مخبرية نحن معينة لقينا في اضطراب فيها منعالجة. أن أحيانا أسباب دوائية مثل استخدام الاستيرويدات أو الكورتيزونات لفترات طويلة، هون ممكن يشوف الطبيب يوازن بين السلبيات والإيجابيات، هل ممكن تخفيض الجرعة، هل ممكن إيقاف الجرعة، هون ممكن أنه أو نغير الدواء. في أدوية معينة مثل مضادات الاختلاج، هل يمكن تغيير، في ممكن تعمل مثلا تعمل هشاشة عظام، هل يمكن تغييرها أو تخفيض الجرعة. الأدوية الكيماوية هون ملزمين في علاجات معينة ملزمين فيها بفوديناسي، فممكن نعطي أدوية مساعدة لها. إذا منشوف المرض الأساسي هل ممكن علاجه؟ منعالجه. هل في سبب سنوي؟ منشيل السبب السنوي. غير هيك في توصيات معينة، المعالجة الفيزيائية، النشاط، حكيته عن الرياضة من شوي، العلاج الفيزيائي، الحركة، النشاط، مثل المشي البسيط، الرياضة البسيطة طبعا مع الوقاية من الكسور، هذا مهم كتير لبناء العظم بشكل جيد. كمان ممكن إضافة فيتامينات معينة، نظام غذاء معين غني بالفيتامين د، مثل المكسرات، مثل الفواكه، بعض الفواكه، الأغذية، الحليب، اللبن الغنية بالكلس والفيتامين د. وفي أدوية المسكنات، لأنه الأعراض قلنا هلا أحيانا عند الأطفال أعراضهم بتكون لا عرضية ويكشف صدفة، أو أنه جاي من شان كسر، هون طلبنا صورة بسيطة وطلع معنا كسر، فهون دورنا أول كسر، ممكن مو من أول كسر لازم نقول في هشاشة عظمية، الكسور المتكررة العفوية اللي بتنجم عن رد بسيط، هون بيطلع في عنا هشاشة عظمية بنبحث عنه عن طريق اختبار شعاعي بنسميه الدكسا أو الامتصاص الأشعة السينية الثنائي، بنكشف الهشاشة العظمية وبالتالي نتوجه للعلاج. هل هو علاج تالي لحذف مادة دوائية، لعلاج مرض معين من الأمراض اللي ذكرناها، أو أنه لازم نضيف مسكنات لنخفف من الآلام الموجودة عند هذا الطفل اللي ممكن تظهر بأسفل الظهر أو بالوريكين أو بالطرفين السفليين، أو أنه لازم نضيف علاجات نوعية. هون المرحلة الأخيرة، في علاجات مثل البيسفوسفونات، هي بتخفف من الآلام، بتخفف وبتقلل من الكسور المتكررة اللي ناجعة عن هشاشة العظم بشكل أساسي. دكتور نعم. خلينا كمان نحكي اليوم، هل في عوامل خطورة هي ممكن تأثر إذا الطفل مصاب بهشاشة العظام؟ عوامل خطورة لتكرار الكسور أو طبعا هلا نحن لما بنشوف طفل عنده هشاشة عظم
ما لقينا سبب معين بدنا نبحث بالعائلة، هل في أحد أشخاص من العائلة عنده هشاشة عظام؟ هل هو في شيء في 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 أمراض بنسميها مونوجينيك مثلا، الاستيوجينيسيس امبرفكتا مثلا، تكون العظم الناقص، هذا مرض جيني ممكن نلاقيه بالعائلة فلازم نبحث عنه. فهي من الأسباب المؤهبة، نمط الحياة الخاصة اللي مجبرة على الجلوس المديد، هذا نمط خاص بدنا نبحث عنه، من العوامل المؤهبة. إذا طفل نحيل جدا عنده ممكن نسأل عن إذا في أعراض قمح عصبي، تحريض أقياء وغيره، بالإضافة للأمراض اللي حكينا عنها بدنا نسأل إذا في أعراض لفرط نشاط الدرق، لفرط جارات الدرق، في علامات لكوشينج، لفرط الكورتيزون، في أعراض هضمية، في سوء امتصاص، في إسهالات كلها. في عنا مثلا أعراض توحي بمرض دموي معين مثل فقر الدم المنجلي، أو أنه أعراض توحي بسرطانات مثلا عند الطفل مثل ابيضاضات الدم، ضخامات، ضخامة الطحال، ضخامة كبد، ضخامات عقدية، فقر دم، ممكن ندور عليه ونبحث عنه، وبالتالي توجيه العلاج حسب السبب اللي لقيناه. طيب دكتور، يعني بنشوف كثير اطفال ممكن يكونوا نحيلين وما عندهم اي اعراض بتوحي انه هن عندهم هشاشه عظام، ممكن اكلهم يكون ما زياده كمان او عندهم ضعف، يعني نحيلين كثير، فهون شو ممكن نحن نعمل لحتى نكتشف اذا هذا الطفل عنده شيء مرض خطير او هشاشه عظام؟ طبعا هلا مو كل شيء عنده هشاشه عظام هو، مو كل طفل عنده هشاشه عظام هو نحيل، ومو كل طفل نحيل عنده هشاشه عظام. فنحن نشوف هل النحول اللي موجوده عند الطفل هل هو نحول مرضي ولا هو هيك شكله عائلي نمطه، هل هو نحول نقص وزن شديد بالنسبه للعمر ولا لا ضمن المعدل الوسطي لعمره، هل هو النحول ناتج عن مرض في نقص وزن ولا من البدايه هيك عم ينمو لكن بشكل تدريجي وبسيط، هل هو ناجم عن اضطراب هضمي، مرض سوء امتصاص، عن اسهالات متكرره، فلازم نبحث عن السبب هون. اذا لقينا سبب، اذا في عنا يعني ما يوحي بهشاشه العظام نطلبه. هلا هشاشه العظام السنويه نحن بندور عليها لانه بنعرف مرض عم نعالجه كالتهاب مفاصل، عم ياخذ استيرويدات يعني كورتيزونات لفترات طويله، فهون بدنا نبحث في منضيف لهم بالاصل، عم نضيف لهم كلس وفيتامين د بشكل يعني مع العلاج، وحاطين ببالنا انه هذا الطفل معرض ليكون عنده هشاشه عظام، مرض هضمي، سوء امتصاص، بنعرف انه هذا الطفل معرض ليكون عنده هشاشه عظام، لذلك عم نستقصي، عنده مرض دموي بنعرف عم ياخذ معالجه كيماويه وعلاجات ثانيه فهو معرض، لذلك ممكن نبحث عن هذا الموضوع خلال متابعه الطفل. طبعا أكيد. طيب دكتور، هل يعتبر هشاشة العظام من الأمراض اللي ممكن العلاج منها نهائيا أو لا؟ هي من الأمراض الناكسة أو من الأمراض اللي علاجها مثل ما بيقولوا مزمن، تحتاج لفترات طويلة من الزمن؟ هلا العلاج بشكل أساسي بيتركز، نحن قلنا من الأعراض ممكن تكون لا عرضي، ممكن الأعراض الثانية تكون آلام عظمية شديدة، فتسكين الألم مهم كثير، هي جانب مهم بالعلاج. الشيء الثاني التعرض للكسور، اذا العلاج موجه للتخفيف من الكسور المتكرره وهون مهم، لكن بنيه العظم اللي تخربت او ماها متمعدنه بشكل جيد انه تعود بشكل كامل تماما، ما يعني هي فيها صعوبه، قد تكون طبعا تابعه للسبب الاساسي، هل هو جيني مثل تكون العظم الناقص، هذا لا يمكن إعادة بنائه لأنه في خلل جيني، يمكن الوقاية من الأعراض، الوقاية من الكسور، الوقاية من الآلام العظمية. إذا كان سبب ثانوي مثلا هذا بيرجع تقريبا لشبه الطبيعي، فتابع للسبب صراحة. لكن نحن لما نلغي الآلام، نلغي الكسور المتكررة، منحمي، منوقي لما بدي يعمل رياضة أو يتحرك، نوقي المفاصل والعظام أنه يصيبها ردود، وبالتالي الكسور هي الردود الخفيفة اللي بتعملوها، بتكون نحن حققنا الهدف من العلاج وبناء العظم بشكل تقريبا نسبي لا بأس بها. لكن العودة 100% هذه فيها صعوبة في بعض الأحيان. ركزت دكتور على كلمة نوقي ووقاية، اليوم ما في طرق وقاية لحتى نحن نوقي أطفالنا لحتى ما ينصابوا بهشاشة العظام؟ طيب
البدايه الكشف عن المرض بشكل متكرر او الانتباه له، طبعا هي في زياده، هو مرض نادر صراحه وهو في زياده بكشفه لانه صرنا عم ننتبه له. فالكشف الباكر والعلاج يعتبر كمان وقايه. لما بنتوقع انه امراض معينه ممكن انه يتطور عندها هشاشه عظام، فنحن عم نعالج من البدايه كمان هي وقايه. تغيير نظام الحياه، تشجيع على الرياضات البسيطه غير المجهده، هي نظام وقايه. تغيير نمط الحياه وتشجيع على الحركه، نمط الحياه من نمط التغذيه، الاغذيه تشجيع على الخضار والفواكه اللي بتحتوي على هي المواد اللي بتقوي بنيه العظم. هي تغيير نمط حياه مهم كثير، بياثر على تكوين العظم وبالتالي بخفف من هشاشه العظام. طيب احد التحديات عند الاهل هي اللعب تبع الاطفال، وخصوصا نحن عم نقول بسن مبكره ممكن ينصاب، مثل لعب كره القدم غيره من الالعاب. هل هي الالعاب ممكن تاثر اذا الطفل مريض؟ هل يجب انه نمنعه من هي الالعاب او لا؟ كهشاشة عظام بالمرحلة، طبعا إذا كان عنده مشخص هشاشة طبعاً عظام طبعا حسب مرحلته أكيد، إذا هشاشة عظام مشخصة بشكل أكيد وبمرحلة حادة طبعا نمنعه من الرياضات القاسية. هي الرياضة بحد ذاتها قبل الكشف يعني عند الأطفال وعند الكبار مهمة جدا لبناء العظم والكتلة العضلية والحماية حتى من الكسور. أما الرياضات المجهدة المرهقة التبارزية خلينا نسميها، هي ما كتير منيحة. لما بيكون عندنا هشاشة عظام ممكن نمارس بعض الرياضات مع حماية المفاصل وحماية العظام من الكسور والرضوض. أما عندنا هشاشة عظام ونلعب ملاكمة ما بيمشي الحال، نلعب كرة قدم كمان ألعاب مجهدة وعندنا هشاشة عظام بالمرحلة الأولى فيها صعوبة جدا وخطيرة صراحة أكيد. طيب دكتور، اليوم أهم النصائح اللي ممكن نقدمها وتعطي الإفادة لكل الأهالي اللي عندهم أطفال مصابين بهذا المرض، كيف نحن ممكن نقدر نوجههم بشكل صحيح أو نعطيهم بعض النصائح المهمة والأساسية؟ تماما. هلا أول شيء الانتباه للمرض، أنه وسؤال للطبيب عن هذا المرض ممكن يعمل هشاشة عظام عند ابني، ابني مريض بمرض فلاني ممكن نسأل عنه. ممكن أكيد هو بذهن كل طبيب، لكن أحيانا ممكن ننبه هل ممكن يعمل هشاشة عظام، وبالتالي البدء بالعلاج والدعم الغذائي، الدعم بالفيتامينات، الدعم بالكلس باكرا إذا في نمط حياة معين خاص بهذا الطفل، تشجيعه على الحركة إذا في سبب صحي معين تمنعه من الحركة، نحن مساعدته بالحركة مهمة كتير. بالإضافة للانتباه إذا في شخص بالعائلة أو بأحد الأقارب عنده هذا المرض، أنه نكون نحن ننتبه كمان، قد يكون ابننا عرضة أكثر من غيره من الأشخاص الثانية لهذا المرض. أكيد يعني نصائح مهمة جدا عطيتنا إياها اليوم دكتور، توقع جاوبنا على أغلب الأسئلة اللي ممكن تخطر ببال الناس اللي عندها أطفال بتعاني من هشاشة العظام. نتشكر وجودك معنا، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا دكتور لكم. بشير، وأكيد نتمنى السلامة للجميع والله يبعد المرض عنكم.